والآن مع الضحكة والبهجة والفكاهة مع فقرة المونولوجيست. هذه الفقرة ليست محبذة لأصحاب مرضى البواسير. المتسابق الأول معنا النهاردة هو نجم الكوميديا المفضل بالنسبة لفريق عمل البرنامج، محمد ثروت من مسلسل بين السماء والأرض. ما تخافش عليها، احنا هنولدها، بس عايزين حلة مية سخنة. حلة ايه؟ انت هتولد ستك؟ الكلام ده كان زمان. عندك حق، عايزين كاتل مية سخنة. جرايا صيع. شغلة شو؟ شغلة صغيرة. شو كأنك ما حبيتي؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ هاي جلدة غاز. جلدة غاز؟ وأنا بقول إفاهات مالها منفسة كده.